معكم مدير الكبير رئيس جامعة الطربية دفتاش. كما كتشوفوني وما كتواجدوا في الجامعة وفي المحرك ديال الخيالة اللي كتواجد فيه 20 ديال الصربة. الصربات هذو اللي جاو من بعيد، جاو من شيشاوة والصويرة، بطبيعة الحال قريب ديالنا، واحد الفرخة ديال الدار البيضاء وآسفي وجديدة، 20 صربة اللي كتواجد معنا. تنشكرهم من هذا المنبر هذا ديالكم. كذلك كتعرف هذا التوازن مع المهرجان، جاء مع الموسم ديال الركراكة اللي وصل لجامعة دفتاش، دور سيدي عبد النعيم، هذا الدور تكون دفتاش تسمى سيدي عبد النعيم، اللي هو الركراكة اللي هما تعرفوهم من قديم الزوار اللي كيجوا لهذه المنطقة هذه، اللي كيجوا من بلاد بلاد ومن بعيد، وحتى خارج اللي صحات لهم الظروف كيقولوا فيه، بحال أنا كنرحبوا بهم هنا في الجامعة ديال الترابي دفتاش. الزوار ديالنا وكشفتوا طبعا الاختصاصات ديالهم الحمد لله، هما كيبيعوا الشراء كالقهاوي، موفر لهم جميع الحاجات ديالهم، الخياله وكذلك الحاجات ديالهم، الصحافه كنشكرهم على البر هذا كلها تاهي موجوده، عندهم الخيمه ديالهم موجوده لهم تاهما، اي حاجه بغاو وجدناها لهم. هذه سابقه للمهرجان ديال كل مهرجان خصها المحليين باش تدير واحد المنصه ديال الاعلام والاعلام التواصل مع اللجنه المنظمه. كنشكر اللجنه المنظمه، السلطات المحليه، السلطات الاقليميه، الدرك الملك، الخدمه السعيده، اعوان السلطه، اعوان الجامعات، كذلك اللجنه المنظمه، المجتمع المدني، لان المجتمع المدني هو الصعيب، هذه المهرجانات هو الصعيب، الا ما مشيتش معك المجتمع المدني ما تقدر تنظم حتى شي حاجه، واخا يكون عندك ولو حنا الجماعه ماشي جماعه غنيه وجماعه فقيره، ولكن شويه كنديروا شي حاجه كنديروها. تعدى الميزانيه اللي كيشوف دابا هذا الموسم هذا عامر كامل، تيقول لك راه تخسر مثلا المال العام وتخسر الفلوس، هي المكسوره 50,000 درهم ديال السنتيم، 50,000 درهم ديال السنتيم اللي فيها البارود وفيها الماكله ديال 140 880 زوج الدرك والخدمه السعيده، يعني مبلغ هزي وهزي جدا. كنتمنى من البديل عام 2023 تطابق هذا الشيء، لان هذا الموسم هذا المهرجان الثامن كيتزاد عام على عام، كيتزاد احنا مع هذا الجمهور وهذا الناس الزوار اللي شفنا دابا كيتزاد عام على عام بزاف بزاف، حتى الامن هو كاين 140 على 180 اللي كاين عندنا 180 ما بقاش كافيه تقريبا. كنشكروا المكتب الوطني للكهرباء اللي كاينين معنا، والمسؤولين صالح الشرب حتى هما اللي كاينين حاضرين معنا، نشكر القنوات كاملين، نشكر كل من ساهم معنا في هذا الحدث هذا، شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة.